سيطرت قوات الجيش الوطني على معسكر حرس الحدود وطوقت مدينة حرض بمحافظة حجة. وقال قائد المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش الوطني الوركن يحيى حسين صلاح إن قوات الجيش تمكنت من تطويق مدينة حرض بعد السيطرة على معسكر المحصام المطل على المدينة شرقا. وأضاف اللواء صلاح أن قوات المنطقة أطلقت عملية عسكرية أسفرت عن تحرير مناطق واسعة جنوب شرق مدينة حرض. أهلاً يا صهيب. بداية نحمد الله سبحانه وتعالى على النصر الذي وهبنا الله سبحانه وتعالى. بداية نحن الآن نتواجد في معسكر المحصام اللي كان سابقا قيادة حرس الحدود، وكان قيادة كتائب 35 سابقا، والآن كان قيادة اللواء الثاني حرس حدود. خلط المنطقة العسكرية الخامسة عملية تعرضية واسعة تم فيها حصار مدينة حرض. الآن جميع عناصرهم جميع معداتهم تحت الحصار. من خلالكم الآن أدعوهم لتسليم أنفسهم دون مقاومة، لأنه ليس لهم مفر إلا الموت أو أن يسلموا أنفسهم. فيسلموا أنفسهم لإخوانهم اليمنيين، ونحن سنرفق بهم وهم إخواننا، ونتمنى منهم أن يعودوا لرشتهم، لأنه ليس لديهم أي مجال على الإطلاق. يعني أحدي هذا النصر لكل الأبطال المقاتلين، أحدي هذا النصر لكل الأبطال المقاتلين. تم السيطرة على معسكر المحصام، وتم الحصار على حرض، تم حصار حرض طبعا، وميليشيات الحوثية الذي في حرض يعني قطعنا إمداداتهم، وإن شاء الله خلال الساعة القادمة يتم السيطرة التامة على مدينة حرض. وكلمة شكر لقناة المهرية الذي رافقتنا في المهمة.